مرحبا مواليد مش الجوزاء، كيف بده يكون الأسبوع الأخير من شهر أيار مايو؟ بهذا الأسبوع اللي هو الجزء الثاني من شهر أيار مايو، الشمس موجودة ببرجكم طبعا من السبت والأحد اللي قطعوا عنا، يعني 20 و21 أيار مايو. التأثيرات كانت ممتازة من القمر على برجكم، بيرجع الشمس طبعا يوم الأحد 21 كانت ببرجكم، وصلت لبرجكم، فتأثيرات كتير كبيرة وكتير مهمة عم بترافقكم بهذا الأسبوع. البداية تنين تلاتة والأربعة، تنين تلاتة والأربعة حتى الساعة 5:30 بعد ظهر توقيت بيروت، القمر موجود ببرج الأسد. هلا أنتوا جاي، عفوا، موجود ببرج السرطان. أنتوا جايين من تأثيرات كتير كبيرة من الشمس والقمر كانوا ببرجكم، مدعومين، منطلقين، الأمور عندكم كلها ماشية، عم تركض، عم تتحرك، وعم تعطوا، عم تاخذوا، ماشيين وراكدين، لأنكم صاركم ناطرين شهر داخلكم، ما بقى فيكم تنطروا. هلا انطلاقتكم سريعة، هيدا شيء كتير مهم والفترة إيجابية جدا. على الساعة 5:30 بعد ظهر توقيت بيروت بيروح القمر لبرج الأسد. كل شيء كنتوا عم تركضوا، كل شيء كنتوا عم تشتغلوا، هلا مع وجود القمر في برج الأسد رح بيزيد، رح تتضاعف الطاقة اللي عندكم إياها. الخميس والجمعة طاقة هائلة عند مواليد برج الجوزاء. هلا الحلو انه معكم تاثيرات سلبيه، يعني ما في عندي لا المريخ، ما عندي اورانوس، ما عندي لا اكليبس، ما عندي شيء بيضايقكم، لكن هذا ما معناته انه تزتوا حالكم زت وتقولوا اللي بدكم اياه او تخترعوا اللي بدكم اياه، لا، مشوا حسب القوانين وبتكونوا انتم على شط الامان. اذا هنالك سرعه في سير الامور، تسارع في الاحداث، المفروض يكون كله بطريقه جيده جدا. الخميس والجمعه قلت لكم سرعه الخاطر عندكم اياها، ما حدا بيقدر يوقف بدربه. نوصل للسبت والاحد، هلا السبت والاحد لازم تعرفوا انه القمر موجود في برج العذراء، لما القمر يكون ببرج العذراء معناتها كل شيء انتم راكدين، كلكم عم تشتغلوا، عم تشتغلوا اثنين ثلاثه اربعه وخميس وجمعه، اوكي؟ 5 ايام يمكن مش سئلانين لا عن حالكم، لا عن البيت، لا عن اولاد، لا عن شريككم بالحياة، لا عن الاهل، ما فرقاني معكم شيء، مش لانه انتم انانيه ما فرقاني معكم شيء، بس لانه تعبانين وراكدين وعندكم شغل 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 ما لحقتوا تنفسوا مثل ما نحن بنقول. فبتوصلوا لسبت والاحد اول شيء مطفيين هلكانين، من حاولكم بلومكم انه ما اهتميتوا فيهم، وانتم بدوركم بتلومون لانه اوكي انتم كمان ما عم بتقدروا الشغل اللي انا عملته، فانتبهوا لحتى ما يصير في نوع من اصطدام او خلاف في هذه الاجواء، لا سيما مع الاهل او مع الاحبه، لانه الجو يوم السبت والاحد يمكن يحمل مشكل اذا انتم مشكلتوها، اذا اخذتوها بطريقه لطيفه وهيك بيمشي الحال وبتكون الامور جيده وما في عليكم اي عتب، لكن الكواليتي هي تايم، الكواليتي اوف تايم مع الاولاد او مع الاحبه بتكون كثير مهمه، فخصصوا وقت لحالكم لترتاحوا وللاحبه ايضا. كوكب بلوتو بيعطي تاثيرات ولا اجمل من هيك لمواليد 21 22 ايار مايو، مع انه كلكم محظوظين. نلتقي مع الابراج اليوميه للمزيد من التفاصيل، باي باي.